نبدأ معكم مشاهدينا بأولى فقراتنا لهذا اليوم، والحديث حول موضوع أهمية الرياضة. وأيضا بشكل عام بدنا نحكي في أشياء كتير بتأثر في شخصية وسلوك الطفل، منها المعروف يعني التنشئة الاجتماعية، سواء كانت المدرسة، الأسرة، الرفاق بشكل عام. وأيضا رح نحكي عن أهمية مادة الرياضة في تشكيل أيضا شخصية الطفل، وأهميتها في تكوين أيضا مهاراته وتنميتها واكتشاف أيضا مهاراته، مع أنه يعني نحكيها في كل موضوعية أنه يمكن حصة الرياضة إحدى الحصص التي يمكن بياخدوها حتى يعوضوا عدد من الحصص الناقصة في المناهج التعليمية. فاسمحونا نرحب بضيفة البرنامج الدكتورة بيان الشبول، وهي أخصائية تحكم حركي. أهلا وسهلا فيك دكتورة. صباح الخير وصباح الوطن الجميل. بس خليني أحكي من هذا المنبر، يعني أعيد على سيد البلاد وأحكي له كل عام وهو بخير، وفي الجانب الآخر أيضا أعزي شهداء هذا الوطن ورحمة الله عليهم، ودام الله الوطن العزيز وحماه الله ورعاه. آمين يا رب العالمين. دكتورة بيان، يمكن زي ما حكت لانا قبل شوي وحكينا باستعراض الفقرات، دي حصة الرياضة هي من الحصص الغير مهمة، هذا إذا أخذوا حصة رياضة، يعني إذا ما استعاضوا عنها بيعوضوا حصص ثانية أو يعني صحيح المخرج بيحكي نظفوا المدرسة بالضبط. صحيح قلنا هي المخرج انه كانوا تنسوا ساحات بحصة الرياضة. لكن قبل ما نتحدث أكثر عن التحكم الحركي وأهمية حصة الرياضة واللعب عند الأطفال بشكل عام بتعزيز السلوك الإيجابي، نحكي شوي عن التنشئة، أهمية الأسرة، المدرسة، الرفاق بشكل عام في تعزيز السلوك أيضا. طبعا التنشئة الاجتماعية هي بتضم ثلاث مؤسسات مهمة، من ضمنها الأسرة والمدرسة وجماعة الفريق. يعني مفهوم التنشئة هي أنه القيم والعادات اللي بتعلمها الطفل كيف تنقل فيه. طبعا الطفل من أول ما بينخلق هو طفل قائم على الحركة، من لحظة ما بيصرخ ويبكي فهذه إحدى الاستجابات في الحياة الطبيعية. فمن أهم المؤسسات الثلاث في التنشئة الاجتماعية الأسرة، المدرسة، وجماعة الفريق. ومن أخطر ما يؤثر على سلوكيات الطفل جماعة الفريق. ليش؟ لأن هي الشيء الذي لا يوجد عليه ضوابط أو رقابة. الأسرة، أنت داخل حيز الأسرة. المدرسة، هناك بعض يعني المعلم يكون رقيب. جماعة الفريق هي اللي احنا نحكيها بين قوسين، ما يمارسه في الحارة، في الشارع، فهذه هي له هو اللي بيختارها. انت لا تستطيع ان تكبح جماح الطفل وتقول له ما تمارسش مع اصدقائك، ما تلعبش معهم، فهو بيخرج للشارع او الحيز الخارجي من اجل انه يمارس انواع من السلوكيات او من العادات والتقاليد قد تكون شيء سلبي. من هنا يعني ياتي دور المنظمات الثانية أو المؤسسات في التنشئة الاجتماعية، الأسرة والمدرسة، للسيطرة على السلوكيات السلبية وتحويلها إلى سلوكيات إيجابية. بس أنا انتبهت دكتورة بيان على تخصص تحكم حركي. نعم. وأنا سألتك برا الكاميرا أنه تابع أكيد لتخصص الرياضة وكلية الرياضة. نعم. بس إيش المقصود في التحكم الحركي؟ الموتور كنترول يعني هو إحدى التخصصات الموجودة في مجال التربية الرياضية، المجال الخصب. تعني السيطرة على العضلات والأعصاب الحركية، هي عملية شوية عقلية. يعني إذا أنت تحركتي، ما هي الأوامر والإشارات التي تصدر لعضلاتك من أجل أنك مثلا تترجم هاي الحركة. شوية هم ربطوها أكثر بالإدراك البصري، ومن هون يعني هو علم كبير جدا يضم تحت مظلته التعلم، النمو. يعني يحتاج إلى يعني يمكن بدنا حلقة كاملة نحكي عن التحكم، لكن بشكل بسيط هي السيطرة الحركية على المخرجات اللي الإنسان بيعملها من خلال حركاته الإنسانية، وبين قوسين في علم التربية الرياضية. نعم. طب ندخل على موضوع الحركة عند الأطفال، وبالذات إذا نتحدث عن اللعب وأهمية اللعب في تعزيز سلوك الطفل. وفي سلوكيات كتير مهمة لازم نغرسها بالطفل من هو يعني صغير، فأحكي لنا شوي عن هاي الأهمية، وحتى كل الأشخاص اللي عم بيحضرونا فعلا يعرفوا قديش هذا الموضوع مهم. أنا بدي أحكي شوي بطريقة شوي بعيدة علميا عشان يكون الموضوع طبعاً للأسرة أسرع. يعني خلينا ناخذ سلوك بقوم فيه الطفل بشكل يومي، ويمكن أطفالكم يعني بتواجده في البيت يمكن يسكب الماء، يعني هذا سلوك بنرفز الأمهات مثلا،
أو بيقوم يضرب أخوه أو أخته. هنا من وين اكتسب السلوك؟ قبل ما نتطرق إلى اللعب وكيف اللعب يحد من السلوك، اكتسبه إما إحنا عملناه قدامه أو زميله في جماعة الفريق عمله قدامه. تعلم. بالضبط. تعلم. إذن هو السلوك استجابة، ردة فعل على اللي بصير مع الطفل. الآن كيف بدي أعزز هذا السلوك السلبي إلى إيجابي؟ المكافأة أو الثواب بين قوسين، يعني هو كبه على الأرض، طب أنا ضربته، هل عززت السلوك؟ أنا شجعت السلوك السلبي، مش راح يوقف الطفل، لا أنا باجي بقول له أنت اسكب المي، بس شو رأيك تسكبها على هاي المكان، على زهرة، على زريعة، على أي مكان؟ هو ما بفهم أني أنا نميت عنده سلوك إيجابي، بس غيرته من أنه يسكبه على الأرض يحلوا بطريقة تانية. توجيه. فمن إحدى التعزيزات السلوكيات الإيجابية أن أساعده في حل المشكلات في السلوك السلبي. زي رسم على الحيطان. يعني. تمام. هلأ بدأ أنا كيف يعني ما بدأ أخليه يرسم؟ موهبة هاي. طب وين أخليه يرسم؟ أنا أجيب له الأوراق على الأرض مثلاً، خلينا نرسم على الأوراق عشان بدنا نلزقها على الحيطان، لا إحنا الحيطان لازم نضلها، إذا أنت ما بترسم أنا رح يعني أعطيك مكافأة. طب ليش اخترعوا اللعب في إنه يخلوه يعزز السلوكيات؟ اللعب من أجمل المنظومات الحركية التي تساعد على تعزيز العديد من الصفات النفسية، الثقة بالنفس، ضبط الحركة الإنسانية، شعور الطفل بأنه قيادي. طب ما هو اللعب اللي لازم يمارسه؟ هنا نأتي الفرق ما بين جماعة الفريق واللعب الموجود في المدارس أو اللعب في داخل البيت. اللعب مفهومه له قواعد وضوابط وأنظمة، عندما يتعلم النظام فهو يتعلم السلوك الإيجابي. نعم. يمكن أنا عم بنتبه كمان على هذا التخصص لأنه هي أوامر تأتي من الدماغ. نعم. للأعضاء وللعضلات. هل التحكم الحركي ممكن يستفيدوا منه الأهل ويفيدهم أيضا الأخصائي في هذا الموضوع لذوي مثلا اللي بيعانوا من مشكلة في العضلات، في ضمور العضلات، ضعف العضلات، بيفيد ذوي الإعاقة في بعض الأمور هذا التخصص؟ طبعا هلأ إذا دخلنا على موضوع الهانديكاب الإعاقات هي متعددة. فأنت بتحكي عن بعض الأمراض الحركية، ضمور العضلات، بعض الناس عندهم الأطراف السفلى يعني بالإعاقات الحركية. طبعا طول ما المنتل أو العقل سليم أنا أستطيع أنه مثلا لو أنا فاقد شيء من حركتي الإنسانية أستطيع من خلال التحكم الحركي أن أبدع في أمور كتير. لذلك بتشوفي ناس مبتورة أطرافها تستطيع أن تكتب بأطرافها السفلى. إذا من أين جاءت هذه الشيء؟ جاء من نمو عملية التحكم الحركي. يعني أنا طول عمري لا سمح الله عافانا الله جميعا بكتب بإيدي، أصيبت إيدي، هلأ أستطيع أن أمارس حياتي؟ من هون بيجوا بيغذوا التحكم الحركي وبينموا جزء لم يكن مستخدم عند الإنسان، وهذا العلم كتير حساس ويستخدم يعني مع الأصحاء والغير أصحاء. طب حكيت لنا دكتورة بيان إنه في فرق بين اللعب بداخل الأسرة وبين جماعة الفريق أو الرفقاء وبين أيضا المدرسة. نعم. شو الفرق بين يعني بطريقة اللعب أو حتى للمدرسين كيف يعني يعطوا الطلبة هاي التعليمات والأهل كيف يقدروا يلعبوا معه، كيف يعني شو الفرق بينهم؟ بشكل بسيط الآن أكون جالس أنا وياكي بدنا نلعب لعبة معينة. والله يا ريت. تمام. حتى الكبار يحتاجوا للعب. تمام. نضع لها قوانيننا الخاصة. إذن في الحارة أو في الشارع من يضع القانون؟ جماعة الفريق. من يضع القانون؟ الشخص المسيطر، يعني دائما بنقول في الكينج في الحارة البوس. تمام. هو اللي بيضع القواعد والأنظمة للي بده يلعب معهم، سواء كانت هذه الأنظمة سليمة أو غير سليمة، يعني بده يفوز كيف ما كان بدي أفوز حتى لو بضطر إنه يغش. إذا أول سلوك علمه للطفل الغش. الآن شو الفرق لما نروح على المدرسة؟ المدرسة في حصة التربية الرياضية بغض النظر عن ما يحدث في احترامنا لهذه الحصة، وهذه الحصة مهمة جدا نتحدث عن أهميتها فيما بعد، كحصة تربية رياضية أو اللعب المقنن
طبعا اللي راح يدرس استاذ تربيه رياضيه خريج كليه التربيه الرياضيه، يعرف القواعد والانظمه والقوانين، ما فيش احط انا قانون بكيفي، هناك قواعد للالعاب موضوعه مسبقا، يلتزم بها جميع الطلاب بغض النظر من هو الكينج او من هو البوس، هنا الاختلاف. ناتي الى الاسره، من يضع الضابط والرادع؟ الاب والام. هنا اذا اختلف الضابط والرادع، وقد تكون أهواء الآباء والأمهات تختلف اختلاف تام عن المدرسة وجماعة الفريق. لذلك دائما نقول يجب أن تتعاون الأسرة مع المدرسة. تواصل. ندخل على موضوع حصة الرياضة، وهي قضية يمكن حكت ألكسندرا في البداية بأنه فعلا هاي الحصة كانت تهمل. يعني بتذكر كان إذا في مكسور على حصص الرياضيات أو العلوم أو الدين فكانوا ياخذوا من أستاذ الرياضة أو معلمة الرياضة، كانوا ياخذوا الحصة، أو زي ما حكى المخرج اطلعوا نطفوا الساحة. صحيح. ونطفوا الصف. يعني ليه لحد الآن ما عندنا ثقافة أهمية حصة الرياضة في مدارسنا؟ لحد الآن نحكيها في موضوعية. نعم. يعني هل هنالك مثلا خطة معينة ممكن أنه حتى يلزموا المدرسة فيها ويلزموا الطالب كمان في هذه الحصة؟ وقضية أنها ما تحسب في المعدل المدرسي كمان قضية لعبت كتير دور. تمام. رغم أنه إحنا بنلاحظ أنه هناك نسبة لموضوع التفوق الرياضي في الجامعات، إذا في اهتمام أنه الرياضي طبعاً له دور في أنه ميزة عن الآخرين. يعني أنا من الأشخاص دخلت على أساس التفوق الرياضي. أنا أخذت تفوق رياضي. بالضبط. ولكن المشكلة المشكلة مثل ما تحدثت أنه لماذا الإهمال؟ أنا ما بدي أقعد أحكي منهج الدولة أو كذا، أنا أحكي الإشي المهم. الإهمال يأتي لأننا لا نحترم ما يسمى بين قوسين معلم التربية الرياضية. معلم التربية الرياضية، عندما أنا أذكر أنا خريج التربية الرياضية، أول ردة فعل طبيعية عند أي إنسان، أنتوا بس بتلعبوا كرة؟ معلمة رياضة. أنتوا بس بتلعبوا كرة؟ أليست الكرة هي من أفضل ألعاب اللي الآن في العالم وتتابع على مستوى الدول العربية والعالمية؟ أيضا هي قائمة على علم، لم تأتي من فراغ. طبعا. التدريب، التحليل، الإصابات الداخلة فيها، لها اتحادات عالمية. إذا السبب بإهمال حصة التربية الرياضية أو الاهتمام بالرياضة المدرسية أننا لا نعطي لمعلم التربية الرياضية قيمة. يعني لما بده يجي يتوظف هو من أضعف الرواتب مقارنة بالمعلمين الآخرين. إذا يجب أن نعدل احترامنا في وزارة التربية والتعليم، وأن نجعل لمعلم التربية الرياضية خصوصيته وشخصيته. مش مشكلتنا في المناهج، بالعكس في مناهج، مشكلتنا في احترامنا للمعلم. طب دكتورة بيان، هيك في نهاية اللقاء شو بتوجهي رسالة وحتى للأهل؟ يعني يمكن كمان أيضا الأهل لهم دور بتعزيز أهمية حصة الرياضة لدى الأطفال، لأنه بالغالب الأهل بيهتموا بالناحية الأكاديمية بشكل أكبر. يعني ما بدنا نحكي الطلاب، لأنه الطلاب بحبوا حصة الرياضة، بالنسبة لهم تنفيس وبالنسبة لهم أكيد هواية بيقدروا أنهم يمارسوها. فاحكي لنا كلمة أخيرة بتوجهيها سواء للمسؤولين سواء للأهل بشكل عام. أنا بوجه بعيدا عن التنظير، بس هي الدراسات أثبتتها، دائما المتفوق رياضيا هو متفوق في التحصيل العلمي. السبب الآن علمي، لأنه التربية الرياضية هي بتعمل على تنشيط الذاكرة والدماغ. أنت حكيت إنها تنفيس، هذا بمفهومنا العام. بمفهومنا العلمي هي تغذي الدماغ والذاكرة وتجعل الطفل دائما على استعداد. يعني كل حصتين ثلاث مثلا حصة التربية الرياضية برجع أحسن من الأول. رسالتي إنه يجب أن نهتم بهذه الحصة ونعطيها قيمة، ولو ربطنا التفوق الرياضي بالتفوق العلمي لنجد الناس أشخاص كثير ما شاء الله، أنت مثلك يعني معروفة وغنية عن التعريف. التفوق الرياضي قادك إلى أن تكوني شخصية قيادية متميزة. رسالتي البسيطة الواضحة، التربية الرياضية هي الحركة. الحركة تقلل العديد من المخاطر وأمراض العصر، بالإضافة على أنها تجعل هذا الطفل ذو سلوك إيجابي، ذو شخصية قيادية. لهيك إحنا بنشوف ترى المدارس الخاصة تهتم أكثر
صح. بالحصة ليس بسبب الإمكانيات، هنا إمكانيات وهنا إمكانيات. ويمكن العنف كمان أقل، يمكن إذا بيدركوها إنها هي من باب التنفيس. نعم هلأ عند الشباب وعند مرحلة المدرسة، يعني طلاب المدارس، فهي بتحد من مشكلة العنف عندهم. إحنا بدنا نحييك دكتورة بيان الشبول، أخصائية التحكم الحركي. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا. شكرا.